دكتور عماد، أنت ذكرت اصطلاح إنه عن ثالوث الأبوية، وإذا ممكن يعني تفهمنا هذا الاصطلاح مع موضوع الروح القدس أو علاقة الروح القدس في الجوهر الواحد من هذا اللاهوت. شوف، لما بسألني ناس كثير عن فسر لي الثالوث، ايش عن الثالوث؟ بدي اجاوب بطريقه ما تكون فلسفيه بعيده عن القلب. بقول شو يعني ثالوث؟ بقول لهم الله يعني اب، هو اب، اب مش اب النا، هو اب في طبيعته، في طبيعه ابويه فيه، في هالطبيعه البنويه الابويه موجوده فيه شخصا. هذه الطبيعه اللي فيه هي اللي بتقربني له. هلا ان شاء الله يجي وقت، اما هاي الحلقه او الحلقه اللي جاي، نحكي عن هالغنى، المعنى، البنوه اللي موجوده في الطبيعه الالهيه. فهو تعبير اخر عن الثالوث. لما اقول الله اب، معناته الله اب له ابن، والعلاقه بيناتهم بين الاب والابن هي الروح القدس، بس ايضا هو شخصيه، ولان هذا بحاجه شوي لشرح. انا بستخدم كلمه الوحدانيه الابويه كتعبير اخر عن ثالوث، الوحدانيه في ثالوث، او الوحدانيه الجامعه المانعه عوض زمان. فهي تعابير مختلفه حتى تبسط الامور. بس بالنهايه خلينا نحكيها بهالبساطه مره اخرى، لما بتعرف الله كخالق فقط تعرفه جزئيا، لما تعرف المسيح كفادي تعرف الله كليا. هذه تكمل الصوره.